وي السلام عليكم لي دي زاد يوتيوب، وبغينا نبارطاجيو معكم هاد لا فيديو راها لايف. يوم الجمعة ما غادي نزيد نقول والو. او فريد اي دوك تحوس على عباس ما لقيتهش والله. دير اخي صافي شويه دير فيه صافي اخي هاي خويا صافي. انا جيت عند عباس حوس عليه ما لقيتهش عند الصباح صح والله برا ريعت معاه شويه اي عيط التليفون دروك ما لا ولده راه عند ولده لابيس هو ما وين وين اه لا لابيس قلت لي لابيس فين عشان لقيت الصباح يتقهوى شويه اي قلت لك خي ما باش انا لقيت صباح رد لي اسحاق قال لي لا راني في السيد الجلالي. راك السيد الجلالي اه بالك راه عندك اسحاق اسحاق قال لي راه مخلي عندي لابيس. هي طلعت للدار لقيته راقد اي بالك راه راقد ما سمعنيش بالك 12 لا قبيله جا مي كنت قبيله من نهود مكا كنت انا ندوس جا مرات خويا قال لي عباس جا عندك قال لك دوك نجيك انا خرجت اي دوك يبان عندها هوني يروح اوه هذا هو حيت لك خطره خي ميت يا خي عندها دير قصه صافي خويا دير اسمع مت خويا صافي خي لاباس غايه صافي خي غايه والله لا بيا ميت عيط لك عندها عندها واحد